بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فيض نعمه وجزيل إحسانه وعظيم رحمته بعباده، والصلاة والسلام على من شغف القلوب شوقا لرؤيته وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم وبيض الله وجوهكم ونضر الله أيامكم وأعمالكم بكل الخير. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج مراجعات، نتحدث فيها استقرار الأسرة هي صمام الأمان لأي مجتمع، مع ضيفنا الكريم قاضي محكمة رام الله والبيرة الشرعية فضيلة الشيخ ربحي حمادة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وأهلا وسهلا بك معنا في حلقة هذا اليوم. شيخنا الكريم، إذا كانت الأسرة لبنة المجتمع وسياج الدولة وحصن الأمة، لابد بأن هناك بعض الحقوق والواجبات التي تترتب على كلا الزوجين بما أنهم هما ركنين الأسرة. نريد أن نقف على تلك الحقوق والواجبات. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قدوتنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، الأسرة هي سياج الأمة وهي لبنة أساسية في بناء الأمة، وإذا صلحت الأسرة صلحت الأمة، وإذا فسدت الأسرة فسدت الأمة. لهذا نرى أن الإسلام العظيم بتشريعه الحكيم اهتم بالأسرة اهتماما كبيرا واهتماما عظيما، وأولاها كل رعاية حتى تكون أسرة قوية متماسكة لبنة قوية تنبني عليها الدولة. في أي مؤسسة، في أي بناء، في أي مشروع، لابد لكل إنسان أن يعرف حقوقه وواجباته، لأن المسلم أو الزوج أو الزوجة إذا عرف كل إنسان حقه وواجبه انضبطت الحياة وانتظمت الأسرة. نحن نقول رجل وامرأة، ثم نصبح زوج وزوجة، ثم نصبح أب وأم. إذا كلما تدرجت هذه الترقيات لابد أن تكون لك واجبات وأيضا حقوق. الحق مقابله الواجب، والواجب مقابل الحق. أنا لي حق في المقابل على زوجتي، أيضا لها واجب علي، وفي المقابل هي لها حقوق علي وواجبة لي. الإسلام حتى ينظم الأسرة بين الحقوق والواجبات، وقبل ذلك يعني لابد يعني الذي يعطي الحق أن يعرف الحق، وليعطي الواجب يعرف الواجب. إذا لابد في كلا الزوجين أن يكون حسن الاختيار بينهما، أن يكون الزوج يختار على أساس دينه وأخلاقه كما أمر دينه، وأن تختار الزوجة أيضا على أساس الدين والأخلاق، لأن صاحب الدين يعرف الحقوق فيعطيها ويعرف الواجبات فيؤديها. طب ما هي الحقوق والواجبات ما بعد تكون الأسرة، بعد ما يتم اختيار الزوج أو الزوجة؟ الآن يعني من أهم الحقوق والاحترام المتبادل، هي الاحترام المتبادل بين الطرفين كزوجين. وقبل الاحترام نعلم أن الرسول قال يعني خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، إذا أن تسر زوجها هذا واجب، وخير النساء من إذا غاب زوجها حفظته في مالها وفي نفسها. أيضا الرجل من حقوقه واجباته على في بيته، أولا احترام الزوجة، بذل لها سعة الصدر والمحبة والمودة، وأيضا الإنفاق على زوجته بالمعروف. يعني الآية واضحة يعني تجمل هذا الأمر، لما الله قال ومن آياته، إذن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا، إذن السكن، وجعل بينكم المودة والرحمة، إذن السكن، المودة، الرحمة، الطمأنينة. والحديث المشهور لما عصمه قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الحاكم راع ومسؤول عن رعيته، والأب راع ومسؤول عن رعيته، والأم راعية ومسؤول عن رعيته. إذن واجب الزوج أن ينفق على زوجته، أن يعاملها بالإحسان، أن يتلطف بها في كل أمور البيت. أيضا من واجبات الرجل أو في بيته أن يعين الزوجة على أمور بيتها. أيضا الزوجة تحترم زوجها، تقدر الزوج، تطيع زوجها في غير معصية الله تعالى. فضيلة الشيخ، إذا كان أصل العلاقة القائمة بين الزوج والزوجة هي السكينة والمودة والرحمة، هناك بعض يعني الأفكار الخاطئة التي قد تولدت عند البعض بأن الزوج حينما يتزوج المرأة هي كالخادمة أو لزاما عليها أن تقوم بواجبات البيت كخادمة. لو وقفنا هنا قليلا،
هل ذلك واجب من واجباتها؟ طبعا اختلف العلماء، ولكن الذي يترجح يعني لي أن خدمة المرأة في بيتها بما يقوم به العرف والعادات هي واجب. نعم، وهذا الذي نعمل به في قانون الأحوال الشخصية، أنه خدمة الزوجة حسب العرف والعادات، ولكن في المقابل أيضا خدمة الرجل في بيته أيضا واجبة. وهذا مصداق يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عن سيدة عائشة تقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم يخصف نعله ويرقع ثوبه ويجب الحطب والماء ويقوم بشؤون البيت كلها. طب فاطمة رضي الله عنها من الزهراء بنت النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهبت لأبيها تقول له يعني أريد أن خادماً. يأمر علي بأن يأتي لها بخادمة. نعم. فقال لها استعيني بذكر الله أو نعم. كما قال. نعم، أدلك على خير من ذلك، ثم أمرها بالتسبيح والتهليل، قال هذا خير لك من الخادم. وكثير من الصحابيات كنا يعني يقومن بشؤون البيت من طبخ وكنس وعلف. لكن هو كواجب لك الذي يترجح أنه واجب، لأنه من يعني أساسيات الزواج، لأنه ديننا عندما جعل الأسرة جعل الأسرة هذه يعني عبارة عن دولة مصغرة، هنالك يعني وزع الأدوار، الرجل يعمل يقدح يتعب ينفق، إذا في البيت واجب. إذا لم يكن يعني تربية الأبناء هو عمل، يعني إحنا لماذا نضع النظر أن العمل والطبيخ وكنس الأبناء، وهي يعني من أرقى الوظائف وأرقى الأعمال أن تربي الأبناء، وأقدر من يقوم على تربية الأبناء هي الأم. يعني أغلب الآباء خارج البيت يشتغل من الصباح حتى المساء، وعب التربية في أغلبه يكون على من؟ على الأمهات. طب لو كان كذلك، لماذا هناك يوجد أجرة حضانة في المحاكم الشرعية أو أجرة هذه كلها تكون مسكن. بعد الطلاق. يعني نقول إذا تم الطلاق ما بين الزوجين أصبحت هذه المرأة ليست زوجته. إذا حصل الطلاق نعم. يعني يصبح عدم، هي ليست زوجته تصبح، وهي الآن تربي هذا الصغير، نعم تستحق أجرة حضانة أجرة رضاع. أما في حال قيام الزوجية لا تستحق لا أجرة حضانة ولا أجرة رضاع، هي تقوم بها لأنها زوجة. طب فضيلة الشيخ، يعني ألا ترى بأن كل من الزوج أو الزوجة لو التزم كل منهم بالواجبات والحقوق التي رسمها الشارع الحنيف، ألا تنظر بأن ذلك هو أهم وسيلة وأهم سبيل لاستقرار المجتمع ككل، بما أن الأسرة هي يعني بمجملها تكون المجتمع؟ أنا تقدمنا قلت لك أنه لو كل إنسان عرف حقوقه وواجباته وكان إنسان عنده شرع الله تعالى والتزم بهذه الحقوق لأغرقنا المحاكم. وأنا أقول في كثير من الجلسات القضائية، لو أن المرأة والرجل يكونان في البيت كما يكونان أمام القاضي لما حصلت المشاكل. يعني حسن التعامل صحيح بين الزوجين، المودة واللطف والتعامل، يعني كما قال كشعرة معاوية: إذا الزوج غضب أن ترضيه، فإذا غضب يعني أن تكون الخلافات على مستوى ضيق. يعني الأسرة هي أثمن، يعني رسول ربنا قال في القرآن الكريم: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لماذا عبر باللباس؟ يعني اللباس الغريب قد يعتبر أنه هذا اللباس، اللباس يكنى عن القرب أقرب شيء، يكنى عن الدفء كتم الأسرار وستر العيوب، الدفء والستر، وأيضا عن الجمال. يعني اللباس يجمل، إذا زوجتك تجملك وأنت تجملها، هي ستر لي وأنا ستر لها، هي أقرب شيء لي وأنا أقرب شيء لها. فلو نظن هذا الأساس أنه هذه حياة زوجية، ونقول دائما هي شراكة وتعاون وليست شركة، إذا نظن الحياة الزوجية أنها شراكة وتعاون لا يحصل مشاكل. أما إن نظن أن الحياة هي شركة ربح وخسارة نحسب يحصل خلاف بين الزوجين. فضيلة الشيخ، ما هي أهم الأسباب التي تؤدي إلى ازدياد ظاهرة استحكام الشقاق والنزاع في المجتمع؟ أول أسباب هي ابتعاد الناس عن شرع الله تعالى. يعني كما قلت، يعني أهم أسباب اختيار كل زوج آخر أن يكون ذو دين وذو خلق. أما إذا ابتعدنا عن دين الله تعالى وكان أسباب اختيار أحد الزوجين فقط للجمال أو للمال، كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: تربت يداك، أي ستندم وتتحسر. إذن أول الأسباب هو الابتعاد عن دين الله تعالى. أسباب الأخرى عدم الكفاءة بين الزوجين، سواء بالتعليم سواء بالسن سواء بالناحية المادية. يعني بعض الحالات أن تأتي يكون الزوج من طبقة فقيرة والزوج من طبقة غنية، أو العكس، قد يكون الزوج يحمل الدكتوراه والزوجة مثلا لا تحمل شيء، أو العكس. هناك فجوة بين نعم هذه والزوجة. الكفاءة ديننا اعتبرها اعتبرها في المال، اعتبرها في النسب، اعتبرها في التعليم، اعتبرها في السن. إذا كان هناك كفاءة بين الزوجين فهذه الأمور
يكون أقرب للتفاهم، أقرب للمودة. إذن برضو نقول من أسباب النزاع والشقاق أن أصبحت حياة الناس تركز على المادة أكثر من الروح. من الروح، فكلما اقتربنا ماديا أكثر كلما المشاكل. يعني في رام الله في 2000 صح الناس زادت، كان قضايا النزاع والشقاق نادرة، الآن أصبحت قضايا النزاع والشقاق يعني تعادل ربع القضايا في المحاكم الشرعية. طبعا هذا أسباب كثرة الناس وأيضا قرب الناس من الأمور المادية. لا شك أن الغذاء الروحي هو سبيل النجاة لكل شيء. شيخنا الكريم، بعض الدول الإنسان الذي يريد أن يقدم على الزواج يعني يتعرض أو يقف في دائرة لفحصه هل هو يعني مؤهل للإقبال على الزواج أم لا؟ هل تعتقد بأن هذه الخطوة لو طبقت عندنا تنجح؟ وما رأي الشارع الحنيف في ذلك؟ نعم، في هناك بعض الدول يعني بسموها حتى يعني جاز التعبير رخصة للزواج. نعم. يعني في دول الخليج هناك مؤسسات خاصة تعقد دورات للمقيمين على الزواج، ولا يقبل إجراء العقد إلا بعد إبراز هذه الشهادة. ونقول هذا أمر لا يتعارض مع الشرع، بل على العكس. يعني الرسول لما جاء صحابي قال له انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. يعني جميل. اطلع زوجتك، هذه الدورة بينا الأحكام الشرعية. ما في مانع طبعا أنه أيضا بالإضافة أنه وسائل اللي هي باسم التربية والتعليم، المناهج، عندك وسائل الإعلام برضه لها دور كبير، الأوقاف في الخطباء والدروس تلعب دور كبير. إذا لو تضافر دورات تثقيفية لتأهيل الزوج أو الزوجة، نعم، للزوجين، وسائل الإعلام، التربية والتعليم، نعم، بالإضافة إلى الخطابة والوعظ والإرشاد، هذا سيسهم إلى يعني يحد بشكل كبير من مشاكل الزوجين. يعني يقبل الزوج، يعني في بعض الأزواج يكون صغير السن ولا يدرك ما معنى الزواج ولا مسؤولية الزواج، فعندما يتفهم ويأخذ دورات تأهيلية فيكون عنده نوع بعد نظر أنه هذا الزواج مش أمر يعني فقط متعة جنسية، لا، هناك أمور أعظم وأكبر في أبناء، في تربية، في مسؤوليات، في نفخات. فياريت يعني وهذا يعني حتى لا تكلف الدولة شيء، يعني لو تم إنشاء يعني بعض المعاهد الخاصة لتكون خاصة أو دائرة في أو في دائرة في أو حتى لو كان قطاع خاص. نعم. يعني دورات وأتينا بشهادة والله أنا أخذت الدورة هاي وتضم لملف طلب الزواج، ما في أي مشكل. فضيلة الشيخ، يعني عند بداية نشوب أي مشكلة بين الزوج والزوجة يظن أحدهم أنه لو تنازل قليلا هذا أكبر الإهانة له. لو وقفنا قليلا على سيرة يعني المعلم الأول وقدوتنا النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته وفي أسره، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من حكم، يعني قال العلماء قد تزوج أكثر من واحدة 98 نساء، قال من الحكم حتى الناس تتعلم سيرة النبي في بيته عليه الصلاة والسلام. والصحابة كان يقول إذا تنازعنا في شيء، اختلفنا في مسألة، كنا نلجأ إلى السيدة عائشة حتى تفصل بها. يعني الأصل اللي قلت لك، الحياة بين الزوجين هي شراكة وتعاون ليس الشركة. وما في أجمل إنسان أن يتنازل عن لزوجته أو العكس. يعني قصة مشهورة، الرسول يعني أحد الصحابيات زوجة الرسول بعثت له إناء وبه طعام، وعلى ما أظن هي السيدة حفصة غارت فضربت الإناء وكسرته. الرسول صلى الله عليه وسلم تبسم وضحك ولم يعني يغضب ولم يضربها أو يشتمها، قال غارت أمكم. إذا راعى ما يسمى الأمور الموجودة في نفس المرأة، وضحك وتبسم وأمرها أن تعطي الزوجة الأخرى هذا الإناء. يعني هذا يعني أيضا في بيت الرسول يعني أكثر من مرة، يعني مع عائشة المرضى عنها كان يسابقها عليه الصلاة والسلام، فأحد المرات سبقها، وفي المرة الثانية سبقته، في المرة الثانية عليه الصلاة والسلام سبقته سبقها فقال هذه بتلك. يعني هناك قصص كثيرة يعني في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في غزوة صلح الحديبية. نعم. عندما الرسول صلى الله عليه وسلم امر الصحابه ان يتحللوا في الاحرام، فالصحابه من شده الواقع انه لن نؤدي العمره رفض امر الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخل ام سلمة فقال لقد هلك الناس. لماذا؟ عصى الرسول، قتل رسول الله. يعني تخيل وضع النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ من امراته وهو نبي الامه وموحى له وقائد الامه، قد اخرج وتحلل فيراك الصحابه فعلوا بفعله، فاخذ بنصيحتها ولم يقول الله أنا النبي أخذ من نصيحة إمرأة، وخرج عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة وأمر بالحلاق فحلق، فالصحابة لما نظروا هذا الأمر اقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فنصيحة زوجة عليه الصلاة والسلام أنقذ الأمة كلها. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم دائما في سيرته كان يأخذ
نصيحة زوجته عليه الصلاة والسلام، كان يحترم زوجاته. لم نسمع يوما ما أن هناك نزاع حصل ما بين النبي، يعني حتى في أحد القصص أن الرسول دخل إلى سيدتنا فاطمة وكان متنازل مع سيدنا علي الله مرضى عنه خلاف، فقال أين علي؟ قالت والله في المسجد. فذهب إلى بيت الله في مسجد فوجده نائما وعليه بعض التراب، فقال له قم يا أبا تراب، وللآن لا نحن نعلم ولا صاحب سبب الخلاف. تخيل بين فاطمة بين وعلي، فاطمة وعلي، يعني نعم. ظل داخل الأسرة ولم يعني ينتشر، ولم يعني لابد يعني من الأسرة أن يكون بينهما تنازل. حتى لم تخبر أباها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم تخبر أباها عليه الصلاة والسلام، نعم. يعني لو كان التشاور قائم بين الزوج والزوجة في كل كبيرة صح. وصغيرة لتفادت نعم. الأسرة. هي نقول الحياة هي حياة تشارك وليس التنازع الصلاحيات. نعم. يعني الآن الذي يحصل في بيوت الزوجية هو تنازع الصلاحيات وليس تشارك. أنا أقول حتى يأتوا في المحاكم يأتون للمخاصمة وليس لطلب الحق. إذا جاءت الطالب الحق وأخذت الحق ترتاح. نعم. أما إذا جاء فقط لكي تخاصم هذه مصيبة. الآن نبد في الأسرة يعني أن تنازل، أنت تنازل لزوجتك، ما احنا قلنا هي سكن إليك، أنت سكن لها، لباس ولك ولباس له. يعني المرأة في بيت الزوجية يعني ربما تكون أقرب الناس لزوجها، كما قلت يعني ربما البنت تخجل أن تكشف ذراعها أمام والدها، بينما أم زوجها يعني صح. يحصل كل شيء بين الزوجين، فلابد من التنازل ما بين الزوجين، وليس هذا يعتبر فيه أي عيب. يقول الرسول كان يخصف النعل يرقع الثوب، يعني هذا أعظم تنازل، ويجب الماء ويجب الحطب عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ، يعني القضاء الشرعي بكل تأكيد أن له دور كبير في ترسيخ قضايا الأسرة. ما هي الأمور، يعني ما هي يعني الخطوات التي تقومون بها من أجل ترسيخ دعائم المجتمع والأسرة؟ القضاء الشرعي هو يبحث في كما قلت في أفضل يعني في نقطة دقيقة، وهما هي الأسرة. لذلك عن دور القاضي الشرعي دور كبير يختلف عن دور القاضي الآخر. القاضي الآخر يفصل في أمور أغلبها أمور مالية جنايات، بينما القاضي الشرعي يترتب على أحكامه ربما إما إصلاح الأسرة أو الطلاق. لهذا القاضي يكون حريص قدر الحرص بداية أن يصلح بين الطرفين المتدايين، هذا بداية. ولدينا الآن فضل الله دار ثم دار الإصلاح والإرشاد الأسري، القاضي يحيل الأطراف إلى هذه الدائرة لمحاط الصلح بين الأطراف، ومع ذلك القاضي أيضا إذا وصل إليه الأطراف يحاول أيضا أن يصلح ما بين الأطراف، لأنه إذا أصلحت الطرفين المتداعيين أنت تصلح أسرة، فإذا أصلحنا أسرة أصلحنا مجتمعا كاملا. لهذا يعني للدور القاضي الشرعي له دور كبير في أن يبذل يعني أقصى الجهد الإصلاح، وحتى لو أراد أن يحكم يحاول قدر الإمكان أن يكون حكمه بالتراضي حتى لا يؤثر على الأسرة وعلى الأبناء. فضيلة الشيخ، ما هي الرسالة التي يعني توجهها إلى كل المقبلين على الزواج وعلى كل أركان الأسرة، يعني الرجل والمرأة؟ المقبل على الزواج أقول أول رسالة حسن الاختيار، سواء من الزوجة أو من الزوج، لأنه إذا أحسننا الاختيار حتى لو حصل في المستقبل بين الزوجين أي خلاف سهل جدا أن يحل. هذا للزوجين حسن الاختيار، وأن نركز على الأمور نسميها الأخلاقية الدينية، يعني أن يكون الأساس الخلق الأساس الدين. في الأسرة أن يكون الزوج، يعني يقال خير الأزواج من إذا دخل إلى بيته فرح أبناؤه وزوجته، وشر الأزواج من إذا دخل إلى بيته غضب أولاده، وشره من إذا خرج من بيته فرح أبناؤه. يعني الزوج إذا دخل البيت والله أولاده يفرحون تفرح، هذا يعني يعتبر نفسه إن شاء الله يكون من خير الأزواج. أما والله إذا طلع من البيت إحنا بنفرح، يعني بعض الأبناء الأزواج يعتقد إذا دخل إلى بيتي وكان قاسيا شديدا أنا بقول لك والله ابني ما بقدر يطلع يحط عينه فيه، أنا بس أفوت على البيت الجميع كان مدرسة، هذا مش خير. النبي كان يدخل إلى بيتي ويداعب زوجاته ويمازح أبناء بناتي الحسن والحسين ويركبهم على ظهري ويقول نعم الجمل جملكم عليه الصلاة والسلام في بيته، يعني عليه الصلاة والسلام يعني كان القدوة في كل شيء، فيعامل الزوجات يعامل البنات، وكان يعني الرسول لم يكن يقم لأحد إذا دخل المجلس إلا للسيدة فاطمة، إذا دخلت كان إكراماً لها ويقوم بالتزامها. أيضا السيدة خديجة توفيت وكان عصم يكرم خديجة بعد وفاتها، وحتى عائشة غرت من ذلك، تقول كان عصم يذبح الذبيحة ويزح على مين؟ على صاحبات خديجة، وقال بقي يذكرها حتى نحن غرنا منها وبعد وفاتها. إذن الوفاء، المودة في البيت، التعامل مع زوجته بالإحسان، أن يعينها في بيتها. المرأة الآن اليوم أغلب النساء تعمل،
الأغلب. فإذا أجى الزوج والزوج إلى البيت لا يضر أنا كزوج أساعد زوجتي في طبخها، في أعمال البيت، في تربية الأبناء، حتى ننشئ أسرة طيبة كريمة. كما قلت شيخنا الكريم وكما هو معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أكثر من امرأة، هل تعتقد بأن التعدد قد يكون من أهم الأسباب لاستحكام النزاع والشقاق بين الزوج والزوجة؟ هو عندنا التعدد لا ليس ظاهرة حتى نقول من الأسباب، يعني التعدد إن يعني في فلسطين هو حالات فردية جدا، يعني لو نظرت إلى حالات التعدد كإحصائيات هي قليلة جدا إلى تتعدى 1%. فلا أظن يكون التعدد من أسباب النزاع والشقاق، ولكن نقول إذا نعم التعدد إذا حصل بغير الطريق الشرعي، وإذا الزوج لم يعدل ما بين الزوجات، طبعا العدل مش أمر بسيط، العدل في المأكل، في المشرب، في المسكن، في المبيت، هذا يكون أسباب النزاع والشقاق. هو شرط واجب للتعدد أصلا. نعم نعم. حتى لاحظ أن في المسكن العدل بين الزوجات في المسكن الشرعي إذا كان قريبا من الضرة لا يعتبر شرعيا، يعني لابد أن يكون المسكن الشرعي بعيدا الضرة عن ضرته إلا إذا وافقت. نقول نعم التعدد إذا كان بغير الطريق الشرعي يكون أسباب النزاع والشقاق واسمها ضرة. نعم. وطبعا الرسول لما حكم التعدد حكم كثيرة جدا، قلت من أسباب يعني أنه هذه النساء تعلم الصحابة تعلم الناس. شيخنا الكريم، يعني تحدثنا عن الحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة، لو تحدثنا عن الحقوق والواجبات المترتبة من الأب على أبنائه، ولا شك بأن الأبناء هم يعني جزء لا يتجزأ من الأسرة. من أهم واجبات طبعا الأب على لأبنائه طبعا هو الإنفاق عليهم وتربيتهم، أن ينفق على أبنائه النفقة المعقولة المقبولة، أن يقوم على تربية أبنائه. طبعا قبل ذلك يعني الحقوق هي قبل حتى الزواج، بأن تحسن اختيار الأم، فإذا ولد الصغير أن تفرح لولدته، أن تسميه بأحسن الأسماء، أن تذبح عنه فرحا له لما يسمى بالعقيقة، ثم أن تقوم تنشئ نشأة طيبة على شرع الله تعالى، وكما قال رسولنا علموا أبنائكم على حب نبي على حب كتابكم وعلى حب نبيكم. إذن نرغب أبناء بدين الله تعالى بشرع الله تعالى، لأنه الصغير إذا عرف شرع الله تعالى عرف الحقوق فكان أولا بارا بأبيه وبأمه ثم بمجتمعه. أما أن أنجب أبنائي وأتركهم للشوارع، أتركهم للزملاء، أتركهم لوسائل الإعلام الآن للتربية، هذه مصيبة. الآن بعض الناس إذا دخل بيتي وجد ابنه الصغير ماسك ما يسمى هذا الفيسبوك أو هذا وفش صوت ينبسط، يقول لك ابني ما شاء الله 4 ساعات وهو على هذا الجهاز ما له أي صوت، طب ماذا يدريك ماذا يكتب ماذا يقرأ؟ إذن لابد أن يكون الأب دور في تنشئة الأبناء، النشأة السليمة، النشأة الطيبة، حتى ينشأ شابا قويا أمينا ينفع والديه، ينفع مجتمعه، ينفع دينه. يعني أنت قلت بأنه يحرص على تربية أبنائه. نعم. ما هي أهم يعني أركان التربية من الأب للإبن أن يكون قدوة؟ أولا نعم من أهم الأسباب التربية الناجحة أن تكون قدوة، يعني لا تقل لابنك لا تكذب وأنت تكذب، لا تقل لابنك لا تدخن وأنت تدخن. جميل. إذن القدوة، وهذا يعني نقول يعني من أعظم أسباب التربية سواء للأبناء أو سواء في المجتمع القدوة، ونقولها محمد قدوتنا. يعني الرسول تعالى تقول لما سئل سيدنا عائشة عن النبي عن أخلاقه كان خلقه القرآن. إذن أول بالتربية أن أكون قدوة لابني في الصدق، في الأمانة، في التعامل، في الإنفاق، في البذل، في المحبة، في المودة، هذا بداية. فإذا شب الصغير يعني الآن الصلاة إذا الأب لا يصلي يا ابني صلي، طب كيف تقول يصلي وأنت لا تصلي؟ المسجد تنهي عن خلق وتأتي مثله. نعم. أعون عليك إن فعلت تعظيم. يعني الآن لما أخذ أبناء على المسجد أخذه معي أوقفه جنبي وأعلمه احترام المسجد، احترام الإمام. يعني أعطيكم مثال بسيط، كنا قديما ونحن صغار إذا كنا نركب في حافلة دخل الكبير أو إلى مجلس الكل يقوم يجلس الكبير، الآن يدخل الكبير إلى حافلة أو إلى مكان كلهم جلوس، الكل جلوس، وقد يكون والده قاعد جنبه. نعم. طب قديما كان أبو يقول لك ابني معلش قوم جلس الأكبر منه، هي تربية. نعم. الآن لما أنا أكون ابني لا خليك ابني هو اللي دخل على الباص والباص مليان. الأصل يعني أربي يعني أدخل في ثقافة ابني وفي كينونته بالسلوك. أي نعم بالسلوك والكلام، احترام الكبير، احترام الجد، احترام الجار، احترام بيت الله تعالى، حب كتاب الله تعالى، حب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالصغير يتشرب هذه الأمور، يتشرب يعني تشرب ينشأ نشأة صالحة. والصغير يعني إذا تربى هذه الأمور وهو صغير أصبح سهلا جدا أن يعني يمكث عليه. أما إذا أصبح الشاب شابا وقويا
والآن تريد أن تربيه، صعب جدا. هذا من جهة الأب، ومن جهة الأم ماذا يترتب عليها اتجاه أبنائها؟ الأم يعني لاحظ أن احنا نقول يعني الله عندما جعل الأسرة من طرفي، من أب وأم وكلاهما مسؤولين، الأب راع ومسؤول، الأم راعية. إذا الأم لاحظ الأب فيه نوع من الشدة والأم فيها العطف والحنان، فالابن يكون ما بين الطرفين، الأب يشد والأم في العطف والحنان، والابن حتى ينشأ نشأة سليمة بده الجهتين. نعم. بده أن يكون بناحية الشدة، مش قسوة نقول طبعا، هي شدة، وأيضا أن يكون هناك عطف وحنان. في المقابل الأم أيضا له دور كبير. نقول أنا أغلب الآن النساء تربي، يعني هي العاشة في البيت، أن تربي الابن أيضا على احترام الأب، على احترام الأخوة، على ما أيضا على يعني تخيل الآن لما ابنك الصغير يعني أو بنتك الصغيرة اللباس، يعني أعطيك مثال بسيط، يعني لما الأم الآن في بيتها بنتها الصغيرة من لما تصبح في السن، يعني هذا يا بنتي هذا اللباس الشرعي كذا وكذا وكذا، وقصص نبوية وأحاديث والقرآن الكريم، وترى أمها أيضا تخرج إلى البيت وهي لابس اللباس الشرعي، أيضا القدوة لها دور كبير. أيضا يا بنتي مثلا هذا ابني هذا والدك، احترم والدك، حب والدك، أطع والدك، يعني له دور كبير. يعني أما والله لا أبوك ما هو كذا وكذا، يعني هذا متى يحصل؟ أيضا إذا حصل طلاق. نعم. نلاحظ للأسف إذا حصل طلاق أن الأب يريد أن يجلب كل الأبن. يمارس أيوة. على الابن دور السلبي، نعم، السلبي حتى ينزع الابن من الطرف نعم الآخر. صحيح. فإذا كان عند الأب إما كذا وكذا وكذا وكذا، إذا كانت عند الأم والدك فينشئ الأب ابنا معقدا لا يحترم والده ولا يحترم أمه، لأنه هي تتكلم عن أبيه وأبوه يتكلم عن أمه. إذا نقول يعني هذه أمانة، والإنسان يوم القيامة أول سؤال يسأل الإنسان يسأل عن أبنائه. فإما ابنك يأخذ بيدك إلى جنة النعيم، وإما أن يدخل بك إلى نار جهنم. لهذا من كان له ابنة فأدبها وأحسن تأديبها وتربيتها كانت له سترا من النار يوم القيامة. فكيف اللي عنده ثنتين واللي عنده ثلاثة وعنده أربعة؟ ذاك يعني يقال يوم القيامة، يعني يقال يعني في أحاديث أنه يأتي الابن أو يأتي الشاب يقول يا رب خذ لي حقي من أبي فإنه لم يربني، ما علمنيش القرآن الكريم، ما علمنيش الصلاة، ما علمنيش الصيام. احنا اليوم للأسف بعض الآباء يس ابنه كيف مدرستك يا ابني، كيف علامتك في المدرسة، وإذا عامل يعني جميل. نعم. شيخنا الكريم، نعم. نريد أن نقف هنا قليلا على قضية يعني اهتمام الآباء والأمهات في الجوانب المادية. يعني أريد أن يكون ابني متفوق في الدراسة، يلبس أجمل الثياب وإلى آخره من الأمور الدنيوية. نعم. بينما نجد أن الآباء والأمهات لا يعني لا يهتمون بالقدر المطلوب في التغذية الروحية للأبناء. يعني قام الابن على صلاة الفجر أم لم يقم؟ هذا الشيء يعني لما يكبر، يعني بقول لك ربنا بحاسب الجميع. كيف يعني نحن نقول يعني ما أجمل أن يكون ابنك طبيبا مسلما ملتزما، أن يكون ابن مهندسا مسلما ملتزما، أن يكون مدرسا مسلما ملتزما. يعني لا تعارض ما بين أن أحث ابني على الأمور الدنيوية، وفي المقابل ولا تنسى الله بقول ولا تنسى نصيبك وابتغي فيما تقل الدار الآخرة وابتغي ده، ولا تنسى نصيبك. إحنا صرنا العكس، إحنا الآن نبتغي الدنيا في كل شيء وأحيانا بننسى، يعني بننسى شيء بسيط. الأصل نقول يعني إذا أردت أيها الإنسان أن أضمن لابني الآخرة ماشي، الآن أغلبنا بنضمن الدنيا بس. طب الدنيا كم عام؟ 100 عام، 200 سنة، 50، ابنك في الأوراح يموت. إذن الإنسان العاقل، الأب العاقل الذي يحب أبنائه أن يضمن له الآخرة قبل الدنيا. يعني أنا والله نرجو كل المسلمين أحب أن نلتقي مع زوجتي ومع أبنائي في جنة النعيم ونعيش إن شاء الله تعالى وكل مسلم. أما والله بس في الدنيا بس وأروح بعدين نار جهنم. يعني ابن والله يصير طبيب، يصير مهندس، طب بعدين؟ الأصل في الآباء في الأبناء أن أضمن لابني الآخرة قبل الدنيا. لا شك بأن نعم. من يريد النجاة لأبنائه عليه أن يعمر الحياة الباقية. صحيح. لكن كذلك على الأبناء واجبات اتجاه الأب والأم. الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له من أحق الناس بحسن صحابتي، أوصاه بالأم 3 مرات وبالأب نعم. مرة واحدة. لا شك بأن على الأبناء واجبات اتجاه والديهم. ما هي أهم الواجبات؟ يعني طبعا نعرف أن الأباء قد يكونوا في سن يعني يعمل بسموه سن الأذى. أول شيء هو طاعة الوالدين في غير معصية الله تعالى. نعم. احترام الأباء احتراما يعني الله سبحانه وتعالى يعني جعل العقوق بعد الإشراك بالله تعالى.
يعني الإنسان وقرن طاعة الوالدين بطاعة الله تعالى، وقضى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن أمر بالعبادة ثم الطاعة، طاعة الوالدين حتى لو كان غير مسلمين، حتى لو كان فاسقا، حتى لو كان عاصيا، حتى لو كان لا يصلي. الأب يجب على البنت، على الأب أن يطيع والده في غير معصية الله تعالى. اثنين، احترام الأب، لأنك إذا احترمت والدك أنت غدا ستتزوج، يكون لديك أبناء. أنا ابن ابني عندما يرى ابني يحترمني سيحترم أباه، أما إذا رأى ابني لا يحترمني فكيف ابني سيحترم والده؟ كما تدين تدان، كما تدين وتدان. وهذا يعني يقال شرعا أن من الأمور العقوبة تعجل في الدنيا للعقوق، يعني عقوبة في الآخرة وتعجل في الدنيا. إذا لابد فإذا كبر الأب وأصبح شيخا أيضا من الواجبات أن ينفق على والديه، احترام، طاعة، الإنفاق. يعني تجينا بعض قضايا النفقات، يعني يكون الأب كبيرا في السن ولدي 6 أبناء 7 أبناء، وللأسف يعني يبخل الأبن على أبيه ب200 شيكل بالشهر، وهذا مصيبة. يعني هذا مصيبة من أكبر الكبائر، أن والدك يقول لك أعطيني النفقة يا والدي، ويلجأ للقضاء حتى يحصل النفقة. إذن نقول لابد من طاعة الوالد واحترامه وتوقيره وتقديره، يعني حتى من قالوا من قلة من العقوق أن تمشي أمام والدك. فضل الشيخ، في ختام هذا اللقاء أريد أن أختم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم، ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، اعمل صالحا نكرمك من أجله. فبكل تأكيد أن الأبناء توفيقهم في هذه الدنيا، نعم، هو يعني ببرهم وطاعتهم لوالديهم. نعم. نشكرك في ختام هذا اللقاء، كما ونشكر مشاهدينا الكرام على حسن الاستماع. على أمل اللقاء في حلقة قادمة، نستودعكم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، بارك الله فيك.